مرحبا بكم عندنا بشيوة 360، معكم الشيف عفاف من مازايكون. اليوم غادي نقدموا واحد الطبق اللي هو المخ على شرمولة. غنقدموا المقادير ديالو كما كتشوفوا معنا: البزار، الملحة، الحامض مقطع، الحامض عصير، الهريسة، ثومة، عندنا تحميرة، عندنا مطيشة الحك، عندنا الكمون، ما نساوش القزبر ومعدنوس والزيت العود. كما كتشوفوا هاد المقادير كاملين هما اللي كنصيبوا بهم صوص طوماط اللي ديجا حضرناها. دابا غادي ندوزو لتحضير الطبق ديالنا. دابا كما كتشوفوا معنا عندنا هنا المخ، ديروا شويه البزار، شويه الملحه، شويه الحامض، شويه العصير ديال الحامض، شويه الهريسه على حسب اللي كيبغيها شويه حاره، عندنا شويه ثومه، عندنا تحميره، عندنا الكمون، مطيشه الحك ديجا درنا في الصوص ديالنا، وما نساوش بيرسيل والكورياندر. نديرو شويه صوص طوماط كما كتشوفوا. درنا التوابل ديالنا كامله هنايا في البول، وكنحركوا المخ بشويه بشويه لانه ديجا مسلوق. كما كتعرفوا خلطنا الخليط ديالنا بشويه لانه المخ ديجا مسلوق في الماء والبوارو والحامض ورقة سيدنا موسى. ودابا عندنا الصوص ديجا مصايبينها، صوص طوماط، غادي نحطوها في طاجين هي الاولى، ابقى نبقاو بشويه بشويه نحطوا هذاك المخ ديالنا لانه ديجا مسلوق. كما كتشوفوا معايا نديروا شويه صوص طوماط تحت باش ما يتحرقش لينا، ومن طو كتبقى لينا ديك لا شارموله ديالها. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، سالينا الطبق ديالنا، غادي نحطوه فوق من المجمر، ومن بعد مشاهدينا الكرام غادي تشوفوا الطبق الاخير النهائي ديالنا والشكل ديالو. كما كتشوفوا معنا الطبق ديالنا ديجا وجد، بقى لينا غير نديروا ليه الديكوراسيون ديالو، ونقول لكم بالصحه والراحه. كما كتشوفوا معايا هذا الطبق ديالنا خفيف وظريف وما كياخذش الوقت بزاف. كنقول لكم بالصحه والراحه، وكونوا خفاف على قلبكم.